نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. هذا أيضا حديث عظيم جدا في هذا الباب، حديث عقبة بن عامر يقول: أخاف على أمتي القرآن واللبن، أخاف على أمتي القرآن واللبن. وجاء في بعض الروايات للحديث، وهي رواية صححها الشيخ الألباني، قال: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب يعني القرآن واللبن. قالوا: يا رسول الله، وما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون، يسكنون البادية ويتركون الجمع والجماعات. انتبه هنا، يقول: أخاف على أمتي. في الرواية الأخرى قال: هلاك أمتي في القرآن واللبن. أيمكن أن يكون القرآن سبباً للهلاك؟ قال: هلاك أمتي في القرآن، أيمكن أن يكون سبباً في الهلاك؟ نعم، يمكن أن يكون سبباً في الهلاك إذا خاض الإنسان فيه بعقله برأيه المجرد، وأخذ يتأوله على غير ما أنزل، على غير معناه، فيضل ويضل، فيهلك ويهلك. فكان يخاف على أمته مثل هذا المسلك عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يكون الأمن في هذه الطريقة؟ هل يأمن على نفسه من يجرئها على القرآن، يفهم هكذا من القرآن بدون أن يرجع إلى مستند؟ أيأمن على نفسه أن يكون من هؤلاء الذين جاء ذمهم في مثل هذه الأحاديث، وخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلاك أمتي في ذلك؟ لاحظ ماذا قال، قال يتعلمون القرآن، ليسوا تاركين للقرآن، لا، مشتغلين بتعلمه ومدارسته وقراءته، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل. إذا أراد الإنسان أن يتأول القرآن على ما أنزل يحتاج إلى السنة، يحتاج إلى فهم الصحابة حديث العهد بالقرآن وتلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج إلى ذلك. قال: فيتأولون على غير ما أنزل ويجادلون الناس به. والثاني هاللبن، اللبن من أطيب الشراب، اللبن من أطيب الشراب، لبنا سائغا خالصا سائغا للشاربين، من أطيب الشراب اللبن وأهنائه. فكان أيضا يخاف على أمته الهلاك باللبن، بحيث يتولع الإنسان ويشتد شغفه باللبن والماشية التي يستخرج منها اللبن، فيذهب ويتبع هذه الماشية ويبقى معها، فيهجر المساجد ويهجر الجمع ويهجر الجماعات ويتركها، ويترك العلم ويترك الخير، فيكون ذلك هلاكا له، يكون ذلك هلاكا له. قال: ويحبون اللبن فيبدون، أي يسكنون البادية، ويتركون الجماعات والجمعات، ويتبعون الشهوات، ويتركون الصلوات، ينشغلون بهذه الملذات الدنيوية، فينشغلون عن الجمع والجماعات وطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث بوب له ابن عبد البر رحمه الله بابا أود أن ننتبه له، باب مهم. يقول: باب في من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة. باب في من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة. بهذا بوب رحمه الله تعالى. وهذا الذي يتأول القرآن ويتدبره وهو جاهل بالسنة، سبب ذلك غفلته عن قول الله: لتبين، نعم، للناس ما نزل إليهم. لا غنية الإنسان في تدبر القرآن وفهم القرآن عن سنة النبي
الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.